نعم. هل يجوز للإنسان في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يجوز له أن يقبض بيده؟ إذا قبض بيده أمام الناس فهذا تمثيل وتشبيه، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يوهم التشبيه والتمثيل لا سيما أمام العامة. ثم إنه كذب، هل يعلم أن الله تعالى يقبض الأرض على هذه الصفة التي قبضها هو؟ قد يكون يقبضها على صفة أخرى، لأن القبض يختلف حتى فيما بين الناس، فلهذا لا يحل له أن يفعل ذلك. قد يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه وأذنه، فنقول هذا جاءت فيه السنة وهو حق، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذين الوصفين السمع والبصر بذكر موضعهما من بني آدم. أما أن يحكي كيفية القبض وهو لا يعلم فهذا حرام، كذب على الله. نعم.